اختي اختي انا فرحانه لك عن جد، فرحانه لك من كل قلبي. كنت عرفانه انه هذا العريس ما رح يرفض اختي الحلوه الاموره يلي ما بتشبه اي بنت بالمره. هالشب عن جد اعجب فيكي. انت بتتذكري انا شو قلت لك؟ اكيد بتتذكري. اول ما شفت صوره العريس قلت انه هو شب حلو كتير، بس طلع احلى بمليون مره من الصوره. طلع مو بس شب حلو، وقلبه طيب كتير كمان، واعي يعني مو مثل باقي الشباب. سمعته وقت كان عم يقلها للماما، انتي مرة كتير حنونة وبتهتمي كتير ببناتك، وبما انه انتي بتقدمي هالحنان معناتها انتي اقوى منها. مين بيحكي هالحكي؟ صرت معجبة فيه كتير وقت قال هالحكي. تعرفي انا شو عم فكر؟ ما رح نلاقي حدا مثله، ما حدا بيعمل مع عائلة العروس مثل ما هنن عملوا معنا. هالجماعة كتير مناح، وصدفة كبيرة انه اسمائكم هي بريدفي وبريتا. اسماءكم اتنيناتكم ببلشوا بحرف الباء، بتمنى تكوني فهمتي، مو معقول شو لابين لبعض. كان في فيلم اسمه بي كي وكان ناجح كتير. بي كي، بي لبريتا وكي لكاران. كاران عفوا، انت شو عم تحاول تقول؟ بي بريتا وكي كاران؟ بدي احكي مع بريتا على انفراد، لهيك اذا بتريدي. بس انت بتقدر تحكي معها بعدين، لسه هلا انا ما عندي وقت كتير شريستي، اذا بتريدي روحي كتير ضروري. بريد تحكي معه شي كلمة بسيطة. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.